بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس الخامس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واحتج هؤلاء المنكرون للشفاعة بقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. وبقوله تعالى: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. وبقوله: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وبقوله: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وبقوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. من الشبهة التي اعتمد عليها الخوارج والمعتزلة ومن نفى الشفاعة في أهل الكبائر وإخراجهم من النار كما سبق، أنهم أخذوا من هذه الآيات دليلاً لهم، لأن فيها نفي الشفاعة، فيها نفي الشفاعة، قالوا فهذا الدليل على نفي الشفاعة مطلقة، أن هذا اليوم لا تقبل فيه شفاعة مطلقة. فهم على العكس من القبوريين والمتصوفة والمشركين الذين يثبتون الشفاعة مطلقة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يتوسطون، لا يثبتون الشفاعة مطلقة كما يثبتها المتصوفة والقبورية، ولا ينفونها مطلقا كما ينفيها الخوارج المعتزلة ومن قال بقولهم، وإنما يفصلون فيقولون الشفاعة حق ولكنها لا تقبل إلا بشرطين. الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا. والشرط الثاني: رضا الله عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان، لكن وقع في كبيرة دون الشرك استحق بها دخول النار، وقد يشفع فيه فلا يدخلها أو يشفع فيه فيخرج منها بعد ما يدخلها، لأنه ممن رضي الله عنه، يعني رضي قوله وهو أصل الإيمان عنده وأصل التوحيد عنده، وإنما وقع في كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك ودون الكفر، وهذا مقتضى ما جاءت به الأدلة. فلا يثبتون الشفاعة مطلقة ولا ينفونها مطلقة. والآيات التي استدل بها من ينفي الشفاعة: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. العدل هو الفدية، لا يقبل منها عدل يعني فدية، ولا تنفعها شفاعة هذه في المشركين والكفار، فالمشرك
والكافر لا تقبل فيه شفاعة، لأنه لم يرضى الله قوله ولا عمله. لا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله لم يرتضي الكافر والمشرك، فهي واردة في نفي الشفاعة عن الكفار والمشركين لا عن أهل الإيمان. وكذلك قوله فما تنفعهم، يعني الكفار، فما تنفعهم، لأن السياق في الكفار، تساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هؤلاء كفار، قال الله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهذا بالإجماع أن الكافر لا تقبل فيه شفاعة يوم القيامة. الشفاعة المنفية هي في حق الكفار وليست في حق المؤمنين، بدليل الآيات والأحاديث التي جاءت بإثبات الشفاعة في أهل الإيمان. ولا تضرب النصوص بعضها ببعض، فهم أخذوا أحاديث نفي الشفاعة وتركوا أحاديث وآيات إثبات الشفاعة، أخذوا بطرف وتركوا الطرف الثاني. الحمد لله أهل السنة والجماعة عملوا بالأدلة كلها، قيدوا المطلق، ردوا المطلق إلى المقيد، ولم يأخذوا المطلق على إطلاقه، وإنما قيدوه بالنصوص الأخرى. فنفي الشفاعة مطلقة هذا مقيد بأن ذلك في الكفار والمشركين وليس ذلك في عصاة الموحدين، فلا متعلق لهم في هذه الآيات. نعم. وبقوله تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وبقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. واتقوا يوما من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، ما في بيع يوم القيامة، ما في بيع، تشتري حسنات ولا تشتري، ما في بيع، لا بيع فيه ولا خلة. في الدنيا يصير لك صاحب، يصير لك خليل يساعدك، يعطيك من ماله، يتوجه لك عند أحد، هذا في الدنيا، الخلة تنفع في الدنيا، ما في الآخرة يتبرأ، حتى الوالد يتبرأ من ولده والولد يتبرأ من والده في يوم القيامة، كل مشغول بنفسه، كل مشغول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. إيش السبب؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، كل واحد مشغول بنفسه، هل ينجو أو ما ينجو. فهذه الآية إنما هي في الكفار، الكفار ما لهم يوم القيامة، ما لهم حيلة، لا بد من دخولهم النار والخلود فيها. أليس هناك سبب ينجيهم منها؟ لأنهم لم يقدموا السبب، سبب النجاة في الدنيا، الآخرة ما فيها أسباب، وتقطعت بهم الأسباب. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب تقطعت بهم الأسباب. أسباب إنما هي في الدنيا، ما في الآخرة ما فيها أسباب، مالك إلا عملك،
الذي قدمته في دنياك خيرا كان أو شرا، فلا متعلق لهم ولله الحمد في هذه الآيات. نعم. وبقوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. كذلك ما للظالمين من حميم، يعني صديق مثل ولا خلة، يعني ليس لهم أخلة يساعدونهم كما في الدنيا. من حميم يعني صديق ينفعهم، ولا شفيع، ولا شفيع، ما لهم شفيع يوم القيامة يطاع، لا تقبل شفاعة، مثل قوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني لا، ليس لهم شفيع تقبل شفاعته. والمراد بالظالمين هنا الكفار، المراد بالظالمين هم الكفار، كما في الآية التي قبلها: والكافرون هم الظالمون. نعم. وبقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وجواب أهل السنة أن هذا لعله يراد به شيئان: أحدهما أنها لا تنفع المشركين، كما قال الله تعالى في نعتهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. الجواب عن هذا بشيئين: إما أنها واردة في المشركين وهذا واضح، وإما أن تكون واردة في العموم بالمشركين وغيرهم، المشركين وغيرهم. فيقال: نعم، حتى المؤمن ما تنفعه الشفاعة إلا بشرطين، بشرطين: شرط إذن الله للشافع، وشرط رضاه عن المشفوع فيه. نعم. وجواب أهل السنة أن هذا لعله يراد به شيئان. لعله هذه يعني في جميع النسخ ولا؟ لا، ليست في جميع النسخ، الظاهر ما له حاجة، لكن ما يخالف. نعم، لأن قوله لعله يضعف الجواب. نعم. يراد به شيئان: أحدهما أنها لا تنفع المشركين. أي نعم، وهذا واضح. نعم. كما قال الله تعالى في نعتهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ذكروا هذه الجرائم والعياذ بالله، أولها: لم نكن من المصلين، فدل على أن الذي لا يصلي ويترك الصلاة متعمدا أنه كافر، أنه كافر حتى ولو لم يجحد وجوبها. لم نكن من المصلين، ما قالوا لم نكن نجحد وجوب الصلاة، بل قالوا لم نكن من المصلين، دل على أن ترك الصلاة متعمدا كفر أكبر يخرج من الملة، ولا تنفعه الشفاعة يوم القيامة. ولم نكن نطعم المسكين، المراد به منع الزكاة، لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام. وكنا نخوض مع الخائضين، يجادلون بالباطل، يجادلون بالباطل، يشغلون أنفسهم في أشياء لم يكلفوا في الدخول فيها. والطامة الكبرى: وكنا نكذب بيوم الدين، كذبون بالبعث عياذ بالله، ومن أنكر البعث فقد كفر، من أنكر البعث فقد كفر. فكل هذه، كل واحد من هذه الأمور يقتضي الكفر، فكيف إذا اجتمعت؟ لذلك رتب على هذا، على هذه الجرائم قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن الشفاعة ما تنفع هؤلاء، أما أن تنفع المؤمنين بإذن الله فهذا له أدلة أخرى. نعم. فهؤلاء نفع عنهم نفع شفاعة الشافعين لأنهم كانوا كفارا. نعم.
والثاني أنه يراد بذلك الجواب الثاني يعني نعم والثاني أنه يراد بذلك نفي الشفاعة التي أثبتها أهل الشرك ومن شابههم من أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه. الجواب الثاني أن الآيات رد على من أطلق الشفاعة أطلق إثبات الشفاعة وطلبها من الأصنام والقبور والأضرحة والصور المصورة على صور الصالحين يظنون أن هؤلاء المخلوقين يشفعون لهم عند الله ويصرفون لهم الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر تجد عند القبور صناديق النذور وصناديق وتجد عندها المذابح مذابح الإبل والبقر والغنم تقربون إليها تجد الأكف مرفوعة في دعائها من دون الله والاستغاثة بالأموات فالآيات على هذا الوجه ترد على هؤلاء وهؤلاء مثل السابقين من المشركين الذين يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فإذا توسل بالميت وصرف له شيئا من العبادة هذا شرك أكبر يخرج من الملة أما إذا توسل به ولم يصرف له شيء من العبادة فهذا يعتبر بدعة يعتبر هذا بدعة لأن الله لم يشرع لنا التوسل بالأموات والتوسط بهم لم يشرع لنا ذلك بدعة لكن إن أضاف إلى ذلك تقرب إلى الأموات بالذبح والنذر والاستغاثة كما هو حال القبوريين فإن هذا شرك أكبر يخرج من الملة وهو شرك أهل الجاهلية يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم شوف استعترفوا أنهم يعبدونه إلا ليقربونا إلى الله زلفى هذه حجتهم ولهم يدرون أنهم ما يقدرون ولا ينفعون ولا يضرون ولا يخلقون ولا يرزقون ولكن أرادوا الواسطة بس فقط توسط لهم عند الله توسط لهم عند الله والله لم يشرع لهم ذلك نعم والثاني أنه يراد بذلك نفي الشفاعة التي أثبتها أهل الشرك ومن شابههم من أهل البدع من أهل الكتاب أهل الشرك يعني أهل الجاهلية ومن شابههم من المنتسبين إلى الإسلام اليوم الذين اتخذوا القبور اتخذوها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل بالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة غير ذلك فتجدهم ينادون الأموات يا علي يا حسين يا عبد القادر يا شاذلي يا فلان يا علان خصوصا في الشدائد خصوصا في الشدائد يهتفون بالأموات وينسون الله سبحانه وتعالى عكس ما كان عليه المشركون الأولون الجاهلية كانوا يشركون في حالة الرخاء لكن في حال الشدة كانوا يخلصون الدعاء لله لأنهم يعلمون أنه لا ينقذ من الشدائد والكربات إلا الله عز وجل وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه أما المشركون من المنتسبين للإسلام فإنهم يزيد شركهم في الشدائد فهم إذا وقعوا في شدة أو في أمواج البحر أو هاج البحر عليهم لا يقولون يا الله
يقولون يا فلان، يا علان، يا حسين، يا عبد القادر، يا يهتفون بأسماء الأموات العياذ بالله، فصاروا أشد شرك من الأولين. نعم، وهم يزعمون أنهم مسلمون. نعم. ومن شابههم من أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه، من أهل الكتاب مثل النصارى الذين غلوا في المسيح، اتخذوه إلها من دون الله، ومثل واتخذوا أمه مريم، فهم أصل البلاء، وقلدهم من قلدهم من هذه الأمة. نعم. الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه، كما يشفع الناس بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع إليه شفاعة الشافع لحاجته إليه رغبة ورهبة، وكما قاسوا الشفاعة عند الله على الشفاعة عند الملوك والرؤساء، فقالوا إن الملوك والرؤساء تنفع الشفاعة عندهم حتى ولو لم يأذنوا، ولو لم يأذنوا. إذن فالله جل وعلا يقبل الشفاعة، إذا كان الملوك والرؤساء يقبلون الشفاعة ولو لم يأذنوا، فالله جل وعلا يقبلها من باب أولى. هذا رد على الله جل وعلا الذي يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذا رد على الله جل وعلا. ثانيا، هذا قياس، قاس الخالق على المخلوق، هذا تنقص لله عز وجل، هذا غاية التنقص لله عز وجل، لأن المخلوق مضطر إلى أنه يقبل الشفاعة ولو لم يرضى، لأنه يخاف لو رد الشفعاء صاروا ضده، وهو محتاج إليهم، هو محتاج إلى الوزراء وإلى الأعوان وإلى، ولو رد شفاعتهم لانقلبوا عليه، فهو بحاجة إليهم، فلذلك يقبل الشفاعة ولو لم يرضى. أما الله جل وعلا فإنه غني عن خلقه، لا يحتاج إلى أحد، غني عن خلقه. الناحية الرابعة، أن المخلوق السلطان أو الرئيس أو الكبير ما يعلم حوائج الناس، كل يبلغ عنها، لازم يبلغ عنها وترفع له الحوائج ويبلغ. أما الله جل وعلا فإنه يعلمها، يعلم حوائج خلقه، ولا يحتاج إلى من يبلغه ذلك، فهو يعلم سبحانه وتعالى. ففيه فروق بين الخالق والمخلوق، وهذا قياس باطل. نعم. كما يشفع الناس بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع إليه شفاعة الشافع لحاجته إليه رغبة ورهبة، لحاجة المشفوع عنده إلى الشافع، رغبة في أنه يخدمه، ورهبة أنه ينقلب عليه ويعاديه. نعم. وكما يعامل المخلوق المخلوق بالمعاوضة. نعم. فالمشركون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من الملائكة والأنبياء والصالحين، ويصورون تماثيلهم فيستشفعون بها، ويقولون هؤلاء خواص الله، فنحن نتوسل إلى الله بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لنا، كما يتوسل إلى الملوك بخواصهم لكونهم أقرب إلى الملوك من غيرهم، فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك، وقد يشفع أحدهم عند الملك فيما لا يختاره، فيحتاج إلى إجابة شفاعته رغبة ورهبة، فأنكر الله هذه الشفاعة. نعم، هذا رد عليهم، أنهم قاسوا الخالق فقالوا يقبل الشفاعة ولو لم يرضى، كما أن المخلوق يقبل الشفاعة ولو لم يأذن ولم يرضى، وهؤلاء خواص الله مثل خواص الملوك،
فهم قاسوا المخلوق، قاسوا الخالق على المخلوق، تعالى الله عن ذلك. ثم هم مع هؤلاء المتوسل بهم من الملائكة والصالحين، منهم من صور صور الصالحين وعلقها، ومنهم من رسم صورهم رسم، منهم من صورها يعني نحت تماثيل على شكلهم، ومنهم من رسم صورهم رسما فصاروا يعبدون هذه الصور ويخضعون لها، ومنهم من يعبد القبور، قبور الصالحين ما صوروا لكن يخضعون لها ويذلون للقبور ويحترمون، حتى أنهم ما يمشون بالنعال إذا أقبلوا عليها تعظيما لها، منهم من يركع ومنهم من يحبو تعظيما للميت، منهم من لو طلبت منه اليمين بالله كاذبا بادر وحلف، ولو طلبت منه اليمين بمن يعبده من القبور لارتعد واضطرب، لأنه يعظم الميت ويخاف منه أكثر مما يخاف الله عز وجل، لا سيما إذا كانوا قريبين من الأضرحة يكون عندهم خوف رعب شديد ولا يخافون الله عز وجل، يعظمون المشاهد ولا يعظمون المساجد بيوت الله عز وجل، فهذا من انتكاس الفطر وخيبة العقول في هؤلاء المنكوسين، ولا يزال هذا البلاء في بني آدم، إما بسبب الجهل وإما بسبب دعاة الضلال الذين يزينون هذا للناس ويحسنونه ويرغبون فيه ويصفون من أنكره بأنه ضال وأنه خارجي وأنه إلى آخر ما يقولون في دعاة التوحيد، ما يصفونهم به من الألقاب والتنفير، لا لشيء إلا لأنهم دعوهم إلى إخلاص العبادة لله ترك الشرك، مثل ما فعل المشركون مع الأنبياء لما نهوهم عن الشرك، تكلموا في حق الرسل والأنبياء، سبوهم وشتموهم وآذوهم وهم رسل الله، فكيف لا يعملون هذا مع العلماء ومع الدعاة إلى الله عز وجل؟ لا يستغرب هذا. نعم، فأهل الشرك عندهم غيرة على أوثانهم وعلى أصنامهم وعلى معبوداتهم، ولذلك يبذلون دماءهم وأموالهم دونها، لأنها أشربت في قلوبهم، تعلقت في قلوبهم فأحبوها حباً شديداً، وصار نزعها من قلوبهم صعب، فهم ما بين جاهل لم يبين له ظن أن هذا خير، وما بين متعمد مضل يريد أن يصرف الناس عن دين الرسل وعن دين الأنبياء إلى دين المشركين، فالخطر عظيم وشديد لهذه الفتنة العظيمة. نعم. ويقولون هؤلاء خواص الله، فنحن نتوسل إلى الله بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لنا، كما يتوسل إلى الملوك بخواصهم لكونهم أقرب إلى الملوك من غيرهم فيشفعون عند طيب الملوك. الله سبحانه وتعالى قريب من عباده، قريب من عباده كله، ما هو قريب من الصالحين فقط، هو قريب من عباده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، فلماذا لا تدعو الله مباشرة، ترفع يديك إليه تتضرع إليه وهو قريب مجيب، ولست بحاجة إلى أن تتوسط واحد حي أو ميت، أنت بحاجة إلى هذا.
الله جل وعلا أمرك أن تدعوه مباشرة، ادعوني وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال ادعوني بواسطة فلان ولا علان ولا، ادعوني أستجب لكم. ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهو جل وعلا قريب من عباده، ويعرض عليهم الدعاء ويعرض عليهم التوبة والاستغفار والسؤال، يسألونه ويعدهم بالإجابة والمغفرة، ليسوا بحاجة إلى أنهم يعقدون الأمور ويجعلون ملفات بينه وبين الله عز وجل. لكن هذا من إغراء الشياطين، شياطين الإنس والجن، دعاة الضلال هم الذين غرسوا فيهم هذه العقيدة الوثنية بغفلة من أهل العلم أو تساهل وكسل من أهل العلم في القيام بالدعوة إلى الله جل وعلا، حتى نمت هذه الأمور وصارت هي الدين. حين المشكلة أن حينما تنكر يقولون هذا ينكر الدين، ينكر الدين، صارت هي الدين، والتوحيد صار ما هو الدين عندهم، صار تنقص للأولياء والصالحين، يقولون هذا يتنقص، ويقولون هذا ما يحب الرسول ولا يحب الأولياء والصالحين، فهم يصفونه بإما أنه تنقص وإما أنه لا يحب هؤلاء الأنبياء والصالحين، كذا يقولون. نعم. ولذلك يقولون إن الطائفة الفلانية التي تدعو إلى التوحيد، يقولون هؤلاء لا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون إن الوهابية ما تحب الرسول، الآن يقولون الوهابية ما تحب الرسول، ليه؟ لأنهم لا يدعونه من دون الله، لا يدعونه من دون الله، فمحبة الرسول هي أن يدعى من دون الله عز وجل، هذا عندهم. نعم. فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك، وقد يشفع أحدهم عند الملك فيما لا يختاره فيحتاج إلى إجابة شفاعته رغبة ورهبة. هذا الفرق بين الخالق والمخلوق. نعم. فأنكر الله هذه الشفاعة فقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي، هذا استفهام إنكار معناه النفي، أي لا أحد، لا أحد، لا نبي ولا رسول ولا ملك من الملائكة ولا صالح من الصالحين يشفع عند الله إلا بإذنه، لا أحد. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد، لا من الرسل ولا من الأنبياء ولا من الملائكة ولا من الصالحين، لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. نعم. وقال سبحانه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كم تأتي استفهامية وتأتي خبرية بمعنى كثير، وهي المراد هنا، فالمراد هنا كم الخبرية بمعنى كثير، وكم من ملك يعني كثير من الملائكة في السماوات قريبين من الله جل وعلا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بشرطين، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، هذا شرط، الشرط الثاني ويرضى، يأذن الله للشافع أن يشفع ويرضى عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل الإيمان وأهل التوحيد، لكن عنده بعض المعاصي التي تقتضي أو التي يستحق بها أن يعذب، فيحتاج إلى الشفاعة عند الله جل وعلا لعله أن يعفو عنه، لعله أن يخرجه من النار. نعم. وقال سبحانه عن الملائكة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون
لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هذا وصف للملائكة الكرام، وصف للملائكة الكرام. المشركون يقولون الملائكة بنات الله فينسبون البنات إلى الله جل وعلا، والنصارى يقولون المسيح ابن الله ينسبون الولد إلى الله، هؤلاء ينسبون له البنات وأولئك نسبوا له الابن ابن الله. قالت النصارى المسيح ابن الله، والله جل وعلا منزه عن الصاحبة والولد، عن الصاحبة يعني الزوجة والولد، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة يعني زوجة، الصاحبة هي الزوجة، مع أنهم لا يرضون البنات لأنفسهم، كان إذا جاء أحدهم بنت يكرهها كراهية شديدة، وقد يدفنها حية تحت التراب حتى تموت تحت التراب وهي الموؤودة. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون يعني يبقيها حية مع الذلة والهوان، أم يدسه في التراب يتخلص منه وهي الموؤودة، يدفنها وهي حية في التراب حتى تموت يتخلص منها بكراهيتهم لها. فهم يكرهون لأنفسهم ويجعلون البنات لله، فلم ينزه الله عما ينزهون أنفسهم عنه، تعالى الله عن ذلك. فالله غني عن الولد لأن الولد جزء من الوالد وشبيه للوالد، والله جل وعلا لا شبيه له ولا مثيل له، وأيضا الوالد بحاجة إلى الولد ليخدمه وليقوم عليه، والله غني ليس بحاجة إلى أحد، ليس بحاجة إلى الولد، هو غني عن خلقه سبحانه وتعالى. فهم جعلوا الملائكة بنات الله، جعلوا الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك. أعد الآيات. وقال الله سبحانه عن الملائكة: فقالوا اتخذ الرحمن ولدا. قالوا اتخذ الرحمن ولدا يعني بنات، أو ابن كما تقوله النصارى، يسمى الولد يطلق على الذكر والأنثى، يسمى ولد، يسمى ولد الذكر والأنثى. قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، هذا نفي وتنزيه لله أنه لم يتخذ ولدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، بل الملائكة عباد، والعبد لا يكون ولدا لله عز وجل. الولد العبد لا يكون، العبد لا يكون ولدا لله جل وعلا، الله غني عنه، لأنه لو كان ولدا لله لصار إلها، لو كان ولدا لله لصار إلها مثل الله، لأن الولد جزء من الوالد كما قال تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. جزء يعني لأن الولد بضع من الوالد وقطعة من الوالد، ومعنى هذا أنه يكون إله مع الله، تعالى الله عن ذلك. والله لا شريك له سبحانه وتعالى، بل عباد، كونهم عباد ينفي أنهم يكونون أولاد لله سبحانه وتعالى. المسيح ابن الله يقول النصارى، في حين أن المسيح عبد الله ورسوله وليس ابنا لله عز وجل، بل هو عبد الله ورسوله. ولهذا
يقول المسيح يوم القيامة إذا سأله الله سبحانه وتعالى: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ليس له حق في الألوهية، إن كنت قلته فقد علمته، ما يحتاج أن يخبرك، أن تعلم أني ما قلت هذا وأنهم كذبوا علي. كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذا الذي أمر به المسيح عليه السلام كإخوانه من المرسلين. ما قال: أنا ابن الله، أو أنا شريك لله، أو ثالث ثلاثة. ما قال المسيح هذا. والله جل وعلا يقول: إن هو إلا عبد، يعني المسيح، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. عبد، إن هو إلا عبد. فالمسيح عبد لله. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. هل يقول إنهم بنات الله؟ لن يستنكفوا أن يكونوا عبادا لله ولا يدعون منزلة ليست لهم. والعبودية هي أجل المقامات، العبودية لله هي أجل المقامات. كفى شرفا للإنسان أن يكون عبدا لله ولا يكون عبدا للشيطان أو عبدا للهوى، وإنما يكون عبدا لله يعبد الله على حق، على بصيرة. هذا شرف للإنسان، عبودية الإنسان لله شرف له. والعبودية تنقسم إلى قسمين: عبودية خاصة وهي هذه، عبودية الخضوع لله والعبادة لله، والثاني عبودية عامة، بمعنى أن كل الناس مملوكون لله جل وعلا، ملك لله، والله خلقهم وتجري عليهم أقداره سبحانه وتعالى، يصرفهم كيف يشاء. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه عبودية عامة. أما العبودية الخاصة التي معناها التشريف فهي عبادة الله جل وعلا بما شرع. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأجل وصف أنه عبد الله: سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، على عبدنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم، سماه عبدا. الذين يغلون فيه ويزعمون أنه ينفع ويضر من دون الله وأنه يقضي حوائج الناس بعد موته، هذا من جنس ما يعتقده المشركون الأولون في معبوداتهم، نسأل الله العافية. فهم يخرجون العبد ويجعلونه إلها مع الله عز وجل، إما بأنه يملك النفع والضر ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وإما بأنه ولد لله وجزء من الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. بل عباد مكرمون، لا عباد، عباد مكرمون من الله جل وعلا. فالعبودية الله كرامة، عبودية الله كرامة. وقول الله: يا عبادي الذين آمنوا، هذا تشريف لهم. نعم. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. لا يسبقونه بالقول، لا يتقدمون على الله بالاقتراحات أو أن الله يفعل كذا أو يفعل كذا، بل إنهم يصغون لأمر الله جل وعلا، فما أمرهم به نفذوه، وما لم يأمر به توقفوا عنه. بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. إذا أصدر إليهم أمرا
بادروا إلى تنفيذه. هذه العبودية لله عز وجل. نعم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، علمه محيط بهم لا يخفى عليه شيء. وأما الله جل وعلا فلا أحد يحيط به، قال جل وعلا ولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. المسيح يقول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. نعم. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هذا محل الشاهد. ولا يشفعون مع ما أعطاهم الله من الكرامات والأوصاف التي ذكرها في هذه الآية، لا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يتقدمون بالشفاعة عند الله إلا بعد أن يأذن الله لهم. أفضل الشفعاء وسيد الشفعاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا طلبت منه الأمم يوم القيامة أن يدعو الله لهم بأن يريحهم من الموقف الذي طال عليهم شق عليهم، لا يبادر ويطلب من الله أن يحاسب العباد، بل يخر ساجدا بين يدي ربه حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، ما يشفع إلا بعد إذن الله له. نعم. وهم من خشيته مشفقون، خائفون من الله جل وعلا، من خشيته وخوفه خائفون من الله. إذا كانوا خائفين من الله دل على أنهم عباد وأنهم لا يصلحون لأن يكونوا آلهة أو يملكون من الأمر شيئا. نعم. وقال الله سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية يقولون عروق الشرك من أصله وردت على المشركين، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، هذا أمر تحدي، هذا أمر من باب التحدي. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذه واحدة، وما لهم فيهما من شرك هذه الثانية، وما له منهم من ظهير هذه الثالثة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له هذه الرابعة. إذن ما بقي مجال للمشركين، أولاً إنهم ما يملكون شيء، الملك كله لله سبحانه وتعالى، فكيف تطلب منهم شيء وهم لا يملكون شيئاً إلا من ملكه الله منهم، الملك بيد الله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فالملك لله جل وعلا، ما أحد يملك شيء، الملك لله، لا يملكون أقل شيء، مثقال ذرة، ذرة وهي الهباءة التي تطير في الهواء، وقيل الذرة صغار النمل، لا يملكون ما يزن ذرة من الكون، الكون من هو له؟ لله سبحانه وتعالى، فكيف تطلبون منهم وهم ما يملكون شيء ولا مثقال ذرة؟ العادة أنه ما يطلب من الإنسان إلا شيء يملكه، ما يطلب منه إلا شيء مما يملكه، تأتي عند الغني وعنده دراهم وعنده أموال وأنت محتاج تقول عطني تصدق علي يملك هذا، أما تجي عند فقير معدم وتطلب منه ما يستطيع، ما عنده شيء، هو أقل منك يمكن وأكثر حاجة منك، فلا يطلب الحاجات إلا من الغني المالك لكل شيء وهو الله سبحانه وتعالى. هذه واحدة. الثانية إذا لم يكن مالكاً فربما يكون شريكاً للمالك، يكون شريكاً للمالك، هو ما يملك شيء مستقل لكن قد يكون شريكاً للمالك، هذا أيضاً نفاه الله. وما لهم فيهما من شرك، ما لهم في السماوات والأرض شركة أبداً،
السماوات والأرض لله جل وعلا، ما لحد فيها أي ملك وما ولا شريك ولا مشاركة، ولا مشاركة أبدا، هي ملك الله جل وعلا. وما لهم فيهما من شرك. الثالثة، إذا لم يكن مالكا للشيء المطلوب منه ولا شريكا فيه، فربما يكون إنه يعين المالك، يعين المالك ويكون وزيرا له، يدبر معه الأمور ويساعده. الله ليس كذلك، لا يحتاج إلى أحد. وما له منهم من ظهير، ما له منهم من يعينه جل وعلا، لأنه غني، غني عن الأعوان وعن الشركاء، وعن هو غني سبحانه وتعالى، ما له منهم من ظهير. ما بقي إلا الشفاعة، نفاها الله عز وجل، فقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فصارت الشفاعة ملك لله، ما هي تطلبها منه، الشفاعة ملك لله، اطلبها من الله، قل اللهم شفع في فلانا، شفع في نبيك، شفع في ملائكتك. أما أنك تقول يا محمد، يا جبرائيل، يا كذا، لا، ما يشفع إلا بإذن الله عز وجل. أطلب من الله أن يشفع فيك، الشفعاء يشفع فيك رسوله، يشفع فيك ملائكته، يشفع فيك عباده الصالحين، تطلب من الله، ما تطلب الشفاعة منهم مباشرة. ولا يشفع ولا قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن ما بقي للمشركين مجال يتعلقون به، ولذلك قالوا إن هذه الآية قطعت عروق الشرك من أصله. لكن وين اللي تأمل، وين اللي تدبر القرآن؟ نعم. وقال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هم يعلمون أنهم لا يضرون ولا ينفعون، شوف، يعلمون هذا، أنهم ما يضرون ولا ينفعون، لكن يبون منهم شيء واحد وهو الشفاعة، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أنتم اللي تجعلونهم شفعاء عند الله، الله هو الذي يجعل الشفعاء ويأذن لهم. الشفاعة ما هي بملك لأحد، هي ملك الله جل وعلا. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة ملك لله، تطلب من الله، والشفيع ما يشفع إلا بشرطين، الإذن والرضا. نعم. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. الله لا يعلم له شريك في السماوات والأرض، وما لا يعلمه الله فهو باطل ومحال، لأن الله يعلم كل شيء، والله أخبر أنه ليس له شريك في السماوات ولا في الأرض. وأنتم تقولون لا له شريك، إذن أنتم أعلم من الله، تنبئون الله بما لا يعلم. نعم. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه هذا تنزيه، التسبيح معناه التنزيه، نزه نفسه عن عقيدتهم هذه الباطلة. وتعالى، تعالى جل وعلا، أي ارتفع بذاته وقدره وقهره على عباده. نعم. عما يشركون، سمى ذلك شركا، سماه شركا، أن اتخاذهم الشفعاء عند الله بدون إذن الله ورضاه أنه شرك، شرك بالله سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. وقال الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون.
وأنذر به، هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، أنذر به يعني بالقرآن، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يخافون من لقاء الله سبحانه وتعالى، ليس لهم من دونه أي غيره، ليس لهم غير الله، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ليس لهم ولي يتولى أمورهم إلا الله سبحانه وتعالى، ولا شفيع عند الله، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون فيتركون ما هم عليه من الشرك والشبه الباطلة، تعلقات الباطلة. نعم. فقال الله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. الله الذي خلق في سورة السجدة، الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، في ستة أيام بينها في سورة حاميم، فصلت، فصل هذه الأيام، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. هذه يومين مع أربعة، ها؟ ستة أيام. الخلق، خلق السماوات والأرض في يومين، وتقدير الأقوات والمنافع في يومين، وخلق السماوات وخلق السماوات في يومين، صارت المجموع ستة أيام، بداية من يوم، بداية من يوم الأحد ونهاية بيوم الجمعة، هذه الأيام الستة. أما يوم السبت فلم يحصل فيه شيء. نعم. وقال الله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، أي على وارتفع على العرش، والعرش هو سقف، سقف المخلوقات، سقف الجنة، وهو أعلى شيء، وهو مخلوق عظيم، هو أعظم المخلوقات وأعلى، هو أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات. الله جل وعلا مستوى أي مرتفع فوقه على العرش، يعني فوق العرش، مرتفع فوق العرش، فوق مخلوقاته جل وعلا. ثم قال: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، ما أحد يتولاكم من دون الله، إن تخلى الله عنكم فمن الذي يتولاكم؟ أم من ذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ لو نشفت الأرض وصار ما فيها من أبد ولا نزل مطر من السماء، من الذي يجيب لكم الماء؟ فالله جل وعلا هو الذي بيده الأمور، ما لكم من دونه من ولي يتولاكم لو تخلى الله عنكم، ولا شفيع، هذا محل الشاهد، ما لكم غير الله من شفيع، فالشفاعة ملك لله وهو الذي يأذن بها سبحانه وتعالى، ولا تطلب من غيره، لا تطلب من الأموات ومن، بل تطلب من الله. نعم. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. فالميت لا يطلب منه شفاعة أصلا، الحي تطلب منه الشفاعة بمعنى أنه يدعو الله أن يأذن له، كما فعل النبي أو كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في المقام المحمود. نعم. وقال الله تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، ما المشركون لا ليس لهم شفاعة ولا أحد يشفع فيهم، الشفاعة منتفية عن المشرك والكافر، لا
تقبل فيه شفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي أهل التوحيد. الشفاعة إنما تنفع أهل التوحيد، من شهد بالحق قال لا إله إلا الله وهم يعلمون، يعلم معنى لا إله إلا الله ويعمل بمقتضاها. فليس المراد من لا إله إلا الله التلفظ بحروفها من غير معرفة لمعناها، ثم أيضا ليس هذا هو القصد معرفة معناها، بل لا بد من العمل بمقتضاها وما تدل عليه، هذا معنى يعلم وهم يعلمون. فهؤلاء ترجى لهم الشفاعة ويقبل الله الشفاعة فيهم يوم القيامة إذا حصل منهم شيء يقتضي تعذيبهم، لكن عندهم التوحيد والإيمان، فالله جل وعلا يتفضل على الشفعاء أن يشفعوا لهم. فالشفاعة فيها تكريم للشافع وفيها نفع للمشفوع فيه، وهي راجعة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال الله تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. يكفي، نقف عندها. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة حول موضوع واحد، وهو ما حكم من يأتي إلى القبر فيقول يا صاحب القبر ادعو الله لي أن يشفيني، فهل هذا شرك أكبر أم هو بدعة؟ أرجو التفصيل في ذلك. ليس في ذلك تفصيل، طلب الحوائج من الأموات دعاء أو غير دعاء شرك، لأن الميت لا يملك شيئا. الحي نعم تجي له تقول ادعو الله لي، لأن الدعاء عمل، والإنسان ما دام على قيد الحياة فالعمل ممكن في حقه، لكن الميت انقطع عمله، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فهو لا يملك دعاء ولا غيره، فطلب الحوائج منه دعاء أو غيره شرك بالله عز وجل. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نرد على من يحتج بحديث الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون على استغاثتهم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه حي في قبره يسمعهم ويجيبهم؟ ليس هناك دليل على حياة الأنبياء من الكتاب ولا من السنة، لكن إذا كان الشهداء أحياء عند ربهم بنص القرآن فالأنبياء أولى منهم. هذا هو طريق الاستدلال على حياة الأنبياء، أنه إذا كان الشهداء أحيا بنص القرآن فإن الأنبياء أولى منهم بذلك، فهم أحياء. لكن الحياة هذه حياة برزخية من الأمور الآخرة، ليست مثل حياتهم في الدنيا تطلب منهم الحوائج وهم على قيد الحياة، هم أحياء حياة أخروية تختلف عن حياتهم في الدنيا، فلا تعلق لهم بذلك والحمد لله. نعم. وقول السائل يصلون في قبورهم، ما الدليل على هذا؟ من قال أن الأنبياء والرسل يصلون في قبورهم؟ ورد رواية أن موسى عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء يصلي في قبره عند الخفيب الأحمر، لكن الرواية هي لم تثبت، كما نبه على ذلك الإمام ابن كثير في تفسير وغيره ابن القيم، هذه الرواية لم تثبت. نعم. ولو ثبتت فهذا عمل أخروي، صلاتهم لو ثبتت فهي من أمور الآخرة، ليست مثل صلاتهم في الدنيا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، فهمت من الدرس أن التوسل بالميت لكن مع عدم صرف شيء من العبادة له أن هذا الفعل بدعة، فهل فهمي صحيح؟ نعم، هذا صحيح. التوسل ينقسم إلى قسم إلى أقسام، لكن التوسل الممنوع ينقسم إلى قسمين: توسل إلى الله بتوسيط المخلوق دون أن يصرف له شيء من العبادة وإنما يجعله واسطة فقط، هذا بدعة.
أما إذا صرى النوع الثاني إذا صرف شيء للواسطة من الذبح والنذر وغير ذلك هذا شرك أكبر، وهذا الذي عليه القبوريون. أشوفهم يذبحون عند القبور وينذرون يستغيثون بهم نعم هذا شرك أكبر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت أن هناك فرقا بين سؤال الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وبين سؤال الله بجاه غيره، فهل هناك فرق في الحكم؟ أبدا، السؤال بالجاه لم يرد في حديث، لا ضعيف بل ولا موضوع حتى، ما ورد السؤال بالجاه. وأما ما يذكرون من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال توسلوا إلى الله بجاهي فإن جاهي عند الله عريض، هذا حديث باطل موضوع مختلق كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء، لم يثبت أن الرسول أمر أن يتوسل إلى الله بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، التوسل بالجاه بدعة. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما صفات المشفوع له الذي يرضى الله عنه، وما صفات الشافع الذي يأذن الله له في الشفاعة؟ صفات المؤمن المشفوع هو صفاته أنه من المؤمنين، ولو كان عنده شيء يستحق به أن يعذب أي صفاته يعتبر من عصاة الموحدين. والشافع أن يكون من عباد الله، من عباد الله الصالحين، إما الملائكة وإما الرسل وإما عباد الله الصالحين من غيرهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا توقفت المصلحة على أن يحلف قبوري وعلمت أنه سيحلف بالله كاذبا غير مبالغ، إذا توقفت المصلحة على أن يحلف قبوري وعلمت أنه سيحلف بالله كاذبا غير مبالي، وعلمت أيضا أنه يعظم شخصا فلا يحلف به كاذبا، فهل يجوز لي أن أطلب منه الحلف بغير الله؟ مسألة اليمين على الدعاوى واليمين على المنكر هذه من أعمال القضاة، هذه من أعمال القضاة هم اللي ينظرون فيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت في رسالة كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية، قرأت في رسالة كتبها شيخ الإسلام رحمه الله إلى والدته، قال فيها من أحمد بن تيمية إلى الوالدة السعيدة أقر الله عينها بنعمه وجعلها من خيار إمائه وخدمه، فما رأيكم في التعبير بخدمة الله؟ وكذلك عبر ابن القيم رحمه الله بهذه العبارة في مدارج السالكين. نعم، وهذه كتبها شيخ الإسلام رحمه الله وهو في السجن، كتبها إلى أمه، والخدمة يريدون بها العبادة، يريدون بها العبادة ولا يريدون الخدمة بمعنى إن المخلوق يخدم الخالق لقضاء حاجات للمخدوم وينوب عنه، لا، المراد بالخدمة هنا العبادة. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين أن معنى قول الله سبحانه ولم نكن نطعم المسكين أن معناها منع الزكاة، وبين أن سورة المدثر مكية والزكاة لم تفرض إلا في المدينة، فما التوجيه وفقكم الله؟ نعم، وما كل ما نزل في مكة، ما كل المكي إنه ما نزل إلا في مكة، قد يكون هناك آيات نزلت في مكة بعد الهجرة تكون مكية، هذا قول إن المكي ما نزل في مكة والمدني ما نزل في المدينة، هذا قول فيه نظر، فيه نظر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز الإشارة باليد عند ذكر أحاديث الصفات مثل حديث القبور؟ هل تجوز الإشارة باليد عند ذكر أحاديث الصفات مثل حديث القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ لا، الذي لم يرد لا يقال، صفات توقيفية، ولا يجوز أن تحدث شيء من عندك تقول هذا توضيح، لا، تريدها كما جاءت،
لكن الحديث اللي أشار الرسول صلى الله عليه وسلم سميع بصير صار إشارة إلى سمع تجيبه خاص، هذا خاص في هذا الحديث، فتأثيره كما ورد. أما أن تزود شيء من عندك لا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول الداعي وشفع المحسنين منا في المسيء وشفع المحسنين منا في المسيئين؟ المحسنين يعني الموجودين في المسجد أو في المجلس، المجلس بمعنى أن تقبل دعاءهم فينا إذا دعوا لنا، هم على إطلاق المحسنين في القبور تشفعهم في المسيئين لا. نعم. المراد به الحاضرين الحيين. نعم. معناه تقبل دعاءهم لنا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندنا مدرس يدعي أن هناك خلافا بين أحاديث الشفاعة. خلافا. أن هناك خلافا بين أحاديث الشفاعة وبين تقرير مسألة أنه لا إيمان بدون عمل، فينصح طلابه بعدم الخوض في مسألة تارك جنس العمل، حتى إنه يقول: وكنت دائما أكره الخوض في جنس العمل، فإن ناقشني أحد وآخر اعترضت عليه بأحاديث الشفاعة، فكيف نرد عليه وفقكم الله؟ وهل هناك تعارض بين أحاديث الشفاعة وبين غيرها؟ أولا يجب على المدرس أن يدرس الكتاب المقرر ويشرحه على المطلوب، ولا يجيب آراء وأفكار من عنده أو فهم من عنده، لأن هذه أمانة في ذمته، فلا يجوز له يدخل الأشياء من عنده أو من فهمه، وإنما يدرس الكتاب المقرر ويوضحه، وما يعجز عنه يتركه توقف فيه. أما أن يجيب أفكار من عنده ويقول أنا وأنا أنا أرى كذا وأنا من أنت شفت ترى كذا، ما أنت بشيء، أنت مجرد أنك تشرح عبارات العلماء فقط، إذا فهمتها وما فهمتها توقف فيها، هذا هو المطلوب من المدرس. أما الخوض في جنس العمل والخوض هذا مفروغ منه، أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، ما يكون إيمان إلا بهذه الثلاثة: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، فإن نقص واحدا منها لم يكن إيمانا، يكفينا هذا، ألا تدخل جنس العمل ولا نوع العمل ولا كذا ولا كذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من أمريكا يقول: أعمل في محل بيتزا حيث أقوم بتوصيل طلبات البيتزا للبيوت، مع العلم أن هذا الطعام يحتوي أحيانا على لحم خنزير، فهل فعلي جائز؟ لا، ما يجوز لك تبيع لحم الخنزير ولا مشتقات الخنزير ولا ما فيه لحم خنزير، ما يجوز لك هذا، حرام، هذا حرام، ولا تبيعه ولا تكن عاملا فيه وتوصله، هذا حرام عليك. نعم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ليس عندنا جامع في البلد الذي أعيش فيه، ولا أصلي جماعة لأنه لا يوجد مسلم غيري في ذاك البلد، فما الواجب علي؟ إيش يقول؟ عنده مسجد ولا في مسلم غيره؟ لا، يقول ليس عندنا. إذا يقول ليس عندي جامع بالبلد الذي أعيش فيه. جامع ولا مسجد؟ هو لازم يكون جامع. هو لازم يكون جامع لو مسجد الألقاف. نعم. يقول: ولا يوجد مسلم غيري في هذا البلد، فما الواجب علي؟ يجب أن تصلي، أن تحافظ على الصلاة، إن كان عندك أحد من المسلمين تصلون جماعة، وإن كان ما عندك أحد صل وحدك الحمد لله، لا نترك الصلاة تقول ما عندي أحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائل من فرنسا يقول: تزوجت من امرأة لها ولنا أطفال صغار. نعم. يقول: تزوجت من امرأة ولنا أطفال صغار. نعم. وبعد ذلك علمت أن زوجتي تتعاطى المخدرات، فما نصيحتكم؟ وهل يجوز لي أن أطلقها لهذا السبب؟ ما هو يجوز لك، يجب عليك أن تطلقها ما دام تتعاطى المخدرات،
هذه تفسد بيتك وتفسد أولادك وأنت تؤويها وهي مجرمة، يجب عليك المبادرة بطلاقها وفراقها، إلا لو تابت توبة صحيحة وتركت المخدرات فهي زوجتك، أما إن استمرت فلا يصلح أن تبقى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة اعتمرت 3 مرات. نعم. وكانت تأتيها الدورة الشهرية، وحياء من رفقتها لم تكن تخبرهم، فكانت تطوف وتسعى، فما الواجب عليها علما أنها امرأة متزوجة؟ أنا أحتاج أن تكتب سؤال متوضحة وتقدمه للإفتاء ينظرون فيه، أن مثل هذا فيها احتمالات وفيها أشياء ما ندري عنها، لازم من التفاصيل. نعم. وهل اعتمرت بعدها وما اعتمرت، وهل العقد عقد الزواج متى حصل، لا بد يبين هذا كله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أتيت للصلاة والإمام راكع ثم كبرت تكبيرة الإحرام وكبرت للركوع وفي نفس الوقت قفع الإمام من الركوع ثم ركعت وقمت مع الإمام، فهل فعلي صحيح؟ فعلك صحيح، تدخل في الصلاة، لكن الركعة ما أدركتها ما دام رفع الإمام رأسه قبل أن تنحني أنت، وإنما مجرد أنك كبرت فقط، فهذا لم تدرك الركعة، لكن تكون قد دخلت في الصلاة وفاتتك الركعة الأولى، تأتي بركعة بعد سلام الإمام، ولا تدرك الركعة إلا إذا وصلت يداك إلى ركبتيك، إذا انحنيت وصلت يداك إلى ركبتيك قبل أن يرفع الإمام فقد أدركت الركوع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أكياس البلاستيك التي تكون في البقالات يوجد على بعضها اسم الله سبحانه، كان يوجد طريق الملك عبد العزيز أو طريق الملك عبد الله أو غير ذلك، فهل من حرج في رمي هذه الأكياس أم لا بد من الاحتفاظ بها؟ بداية عندما تصنع هذه الأكياس يجب أن يلاحظ هذا، وأن لا يكتب عليها اسم الله عز وجل، لكن ما دام كتب وانتهى فهذا شيء غير مقصود، هذا شيء غير مقصود ولا قصدوا به ذلك، يمكن الانتفاع بهذه الأكياس، ولأن الكتابة عليها غير مقصودة، المقصود إلا أن تكون أوعية للحاجات والأغراض، لكن في البداية يجب عند الصناعة أن يمنع هذا الشيء. نعم. أما أن تبي تقضى وتبي تأخذ مقاضة من قالة ومن صيدلية ومن لا في معنى، لأن هذا ما هو مقصود. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نريد إنشاء مسجد، فلو وضعنا المنبر في الجهة الثانية بدل التي هو فيها في المساجد المعتادة بحيث يكون على يسار الإمام عند الصلاة، فهل هذا جائز؟ هل تراجعون شؤون المساجد، ما تغيرون شيء في المسجد إلا مراجعين شؤون المساجد، وهي تنظر فيها، عندها اصطلاحات وأشياء وعندها أحكام شرعية تنفذها في المساجد، راجعوها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قمت لصلاة الفجر متأخرا فهل أقدم ركعتي الفجر قبل؟ نعم. إذا قمت لصلاة الفجر متأخرا فهل أقدم ركعتي الفجر قبل الصلاة حتى ولو خشيت طلوع الشمس؟ نعم، هذا لا بد منه، تقدم ركعتي الفجر قبل الصلاة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مش اللي نومت عن صلاة الفجر، تخلي الجماعة تأخر الصلاة، إن كان هذا عن غلبة وانت ما قصدته فأنت معذور، أما إن كان عادة هكذا اعتدت أنك ما تقوم هذا غلط كبير، أولا فاتك صلاة الجماعة، وثانيا أخرجت الصلاة عن وقتها بسبب تفريطك. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا